تعرف داني، منيح انه تمشينا لانه عن جد ارتحت كتير. اخ يا ريت نبقى انا وياك مع بعض. طيب لما نرجع معناتك؟ ايه موافقة. سيلين؟ ايه اللي حياتي. انا بحياتي ما عشت علاقة صادقة ومن القلب هيك، لا ومع وحدة لهي الدرجة حلوة. هلأ انت يمكن تستغرب الكلام اللي عم بحكيه، بس بلشت حسك اقرب الي من اي حدا تاني بهالدنيا. عن جد انا كمان. انا خلص لقيت فتاة احلامي، ما بدي شي تاني ابدا. رح اسألك سؤال. سؤال. سيلين، تقبلي تتزوجي مني؟ داني انت عن جد فاجأتني بهذا العرض. بعرف فاجأتك، بس جاوبي هلا على السؤال. ايه اكيد اكيد طبعا موافقة طبعا. جوري بصراحة أنا عندي فضول لأعرف شو الشغل المستعجل اللي سرقك مني. أنا لازم أشوف جهاد فورا عمر. يعني بخصوص جهاد أنا ما تغير رأيي أبدا جوري، أنت لازم تصارحي بكل شيء وبأي طريقة كمان. ما بعرف بس حالته ما بتسمح لي حاكي بالموضوع. هو بهالحالة ما فيني أقول له كل شيء وأصدمه. يعني أنا شوي شوي عم حاول أنه خبره وعم حاول لاقي الفرصة المناسبة، بس ما عم يمشي الحال. بنوب صارت القصص ورا بعضها وبسرعة. مثلا اليوم الصبح توليب عم بتحاكيني مشان بيع المشفى. ألو. نعم توليب. ألو عمر، جهاد ضايع. شو عم بتقولي؟ مالي غيرك، ممكن تساعدني لو سمحت؟ طيب أنا جاي لعندك فورا. قال أخوه جهاد ضايع. لا لا حياتي، ما له ضايع ولا شيء. توليب هيك قالت لي. هذا اللي كنت بدي أقول لك يا قبل ما يرن موبايلك هلأ. عمر مبارح جهاد ما كان منيح وطلب إنه يحكي معي، ولهيك اليوم الصبح هرب من القصر وصهري التقى بجهاد وطالعه بالسيارة. حاول يرجعه على البيت بس جهاد أصر ما بده يرجع أبدا، وصهري ما عرف كيف بده يتصرف لهيك أخده على بيته. وليش ما قال لتوليب هذا الشي يعني؟ لأنه خاف تقلع توليب خانمه من الشغل. قصدك هذا كان الشغل المستعجل ما هيك؟ تمام، لكن خلينا نجيب جهاد وراح أتصل بتوليب وخبرها مشان ما تقلق أكتر من هيك على أخوها. ألو أي توليب؟ نحن بأقرب وقت رح نتزوج سيلين. أول ما تتطلق أمي مندبر لها بيت صغير عقدها، وبعدين منشوف حياتنا. طيب أمك ليش ما بتعيش معنا؟ هلأ أنت عن جد عم تحكي ولا عم تجامليني؟ أكيد أنا ما بجاملك. من هلأ عم بقلك ها؟ ما بدي مشاكل كنا والحماية. هلأ بتشوفوا. وعلى أساس طالعين رحلة. شو هالصوت؟ في حدا برا؟ ما في حدا. غريبة. خفت. هي يمكن قطة. جهاد بيك اسمعني، يعني انت شاب عائل، ليك كل العالم برا مستنفرين وعم يدوروا عليك، ليك السيارة برا، خليني وصلك على البيت وارتاح. ايه لا يلا. لا ما بدي روح لمكان، لانه جوري قالت لي انت خليك هون، لهيك انا ما رح امشي، انا بدي اسمع كلمتها. انا كان ناقصني مجانين، ما بكفيني عمي، ومنين تطلع لي هالمصايب والله ما بعرف. ها وهي وصلت جوري. جهاد انت منيح؟ جوري وينك انت؟ ليش تأخرتي هيك؟ تعال خلينا نرجع على البيت، اختك بقالها كتير مشغولة عليك. يلا ما بدي روح، هلا اختي بدها تزوجني وانا ما بدي حدا غيرك. انت ما عم تفهمي، ما بدي روح. جهاد انا بوعدك شو ما كان الشي اللي مضايقك رح نلاقي له حل بالنهاية، اوكي؟ فلو سمحت خلينا نروح على البيت. يلا تعال. لا تحكي ولا كلمة. وينو جهاد؟ وينو اخي؟ شو عم يعمل هون؟ جهاد جهاد حبيبي حبيبي وين كنت انت؟ والله يا عمري قلقت عليك كتير. بعدي عني بعدي عني بعدي عني. انت انت ما بتحبيني بنوب، انت ما بتحبيني، ليش بتقلقي علي؟ بعدي جهاد جهاد
انت جبتي لهون جوري مو هيك؟ لك انت شو بدك هلا من اخي قليلي؟ توليب روقي شوي، ينال هو اللي لقى جهاد بالطريق ضايع من الصبح وقام جابه معه لهون. والله هذا يلي صار، التوليب خانم قلت له بوصلوا على البيت بس حضرته ما وافق، شو بعمل يعني؟ بتركه بالطريق؟ جبته لعندي على البيت. انت شفتني اني عم دور عليه من الصبح، كيف عم تخبرني انه هو عندك؟ قلي كيف؟ كنت رح قلك توليب خانم يعني وقت اللي كنا بالسياره بس ما لقيت وقت والتهيتي انت بالصحافه. سكوت، ما عاد بقى بدي اسمع صوتك. جهاد، جهاد حبيبي، يلا تعا حبيبي خلينا نرجع على بيتنا تعا. بس انا ما بدي اتزوج على نور ابدا، بدي اتزوج انا وجوري، ورح نتزوج انا وجوري عن قريب، نحن رح نتزوج ونكون مبسوطين، نحن رح نتزوج. جهاد احكي لها جوري، قولي لها يلا انه رح نتزوج، قولي لها. جوري لو سمحتي قولي له بقى، احكي له كل شيء. جوري انت ليش ما عم تحكي له؟ توليب مو وقت هلا، لا تجننيني، احكي له كل شيء، احكي له شو هي خططك، قولي له انك انت وعمر رح تتزوجوا. مو صحيح، مو صحيح، مو جوري، لو سمحتي قولي انه ما انه صحيح، قولي مو صحيح. جهاد، جهاد يلا تعا معي خلينا نرجع على البيت ومنحكي بعدين بهالموضوع، يلا حياتي، يلا جهاد. جهاد اترك السكين لو سمحت. جهاد شوفني، رح تتزوجها شي، رح تتزوجها، احكي لها بدك تتزوجها لجوري. اللي انك ما رح تتزوج جوري، قولا، قول انك ما بتحبها، لو سمحت قولا بحبها.